Welcome to Learn English with Mr. محمد سعد. تعلم الإنجليزية مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي من فوق الصفحة الرئيسية الفيديوهات، قوائم التشغيل. اضغط على قوائم التشغيل هتلاقي الدنيا متنظمة. اختار الفيديو اللي انت عايزه، اختار الجرامر اللي انت عايزه، اختار الصف اللي انت عايزه. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحية التانية، كلمة شراك لونها أحمر، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده، اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق أو all بالإنجلش، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عامل كده. معناها إيه الكلام ده؟ معناها إنك فعلت الجرس. You have activated the bell. When you activate the bell you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك إمكانية توصل لجميع إشاراتنا. معنى إيه الكلام ده؟ معناها أي فيديو جديد إحنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول لو أنت مهتم بالفيديوهات التعليمية educational videos. النهاردة family and friends 6 unit 6 listen 2. The title here is you've won a computer. وقلنا الفيديو اللي فات you've won a computer في زمن إيه؟ زمن إيه؟ ها؟ Yeah, the present perfect tense. زمن المضارع التام. وقلنا زمن المضارع التام بيكون من have أو has، تصريف ثالث للفعل. Have أو has، تصريف ثالث للفعل. خلاص، بيعبر عن إيه زمن المضارع التام؟ بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي وليها أثر في الوقت الحاضر أو مازالت مستمرة. تمام، يا ريت نكتب كل اللي على السبوره، ما تقعدش تتفرج عليا كده. يبقى كل ايه، كل ادواتك معاك، نشتغل ونحل الاكسرسايز. يا بعد ما تخلص الاكسرسايز بقى ايه، شغل فيديو وشوف احنا بنحل ازاي، وتعلم احنا بنحل الجمل ازاي. تمام، يس ريبيت افتر مي. تمام، كونكت كونكت. يس ريبيت افتر مي. كونكت يعني وصل، يوصل ايه بالكمبيوتر وكده، او يوصل من انترنت. سي او ان ان اي سي تي، C-O-N-N-E-C-T. عكسها بقى بحط المقطع اللي هو البريفكس، مقطع بحطه في أول الكلمة ساعات بيجيب عكسها. D-I-S-C-O-N-N-E-C-T. Disconnect يعني يفصل، يفصل إيه عن الكمبيوتر أو عن النت. تمام، عندنا هنا homonyms. الهومونيمز يا ولاد يعني كلمات يعني متجانسة. متجانسة يعني إيه؟ نفس الكلمة نفس السبيلينج بتاعها بس المعنى بيختلف. تعال كده نقراهم مع بعض. Yes. Nail as a noun يعني مسمار. نيل as a noun برضو اسم يعني اللي هو ضفر الإنسان، ضفر. خلاص، نيل يعني ضفر. تمام، N A I L N A I L. ايه تاني؟ right adjective يعني صحيح. right R O G H T R O G H T as an adverb كظرف يعني right معناها يمين. خلاص، أو بطريقة صحيحة، ده ظرف. تمام، R I G H T نفس الكلمة بس المعنى مختلف. left ال past participle أو ال past من leave يغادر أو يترك، يبقى left ترك أو غادر، يبقى ده فعل في الماضي. عشان كده مهم جدا تشوف الكلمة عبارة عن إيه، noun adjective adverb preposition. لازم تعرف ال parts of speech كويس أوي. كل إيه فيديو وركز على ده. left يعني هنا كفعل في الماضي معناها ترك، left as an adverb معناها شمال، كظرف معناها شمال. تمام، match m a t c h m a t c h noun اسم معناها مباراة. match برضو noun معناها ايه، كبريت، عود كبريت. خلاص، لو هتلاقي اس تبقى matches يعني عيدان كبريت او كبريت. خلاص، saw الفعل ايه في الماضي من سي، يرى، يبقى فعل في الماضي اهو. الباست ايه، الباست بارت من ايه، من سي، الماضي من سي. خلاص، ده فعل يبقى فعل في الماضي. سا برضو نفس ايه السبيلينج، سا ونفس النطق. as a noun معناه منشار. سا I have a saw يعني انا معايا منشار. sweet as a noun معناها حلوة، حلوة، الحلويات اللي احنا بناكلها. تمام، S-W-E-E-T as a noun كاسم. sweet as an adjective كصفة معناها ايه، حلو الطعام او حلو مذاقه، حلو يعني. خلاص، S-W-E-E-T. يبقى لازم اعرف الparts of speech يعني الكلمة عبارة عن ايه، verb noun adjective adverb preposition. لازم اعرف الparts of speech كويس قوي. المناهج الجديدة كلها بتعتمد على الكلام ده، بتعتمد على تعرف كمان مترادفات للكلمة synonyms، وتعرف كمان antonyms يعني عكس الكلمة ايه. تمام، مهم جدا الكلام ده. تمام، in your book here p p
page 53. Yeah, صفحة 53 عندي هنا في الكتاب ماشي معاكم صفحة صفحة. Listen to the only words. Exercise 1. Listen and repeat. بيقول لي استمع وقرر. هنا مديني تعريف الكلمة ايه؟ كل كلمة وتعريفها. تعال نقراهم كده مع بعض. Attach is a verb. يرفق يعني. To send a photo or a file with an email. معك ايميل ايه هتبعت معاه صورة او ايه او ايه ملف معين. Connect is a verb. فعل. To join your computer to the internet so that you can use it. يعني توصل الكمبيوتر بتاعك بالنت ايه عشان ايه تقدر تستخدمه. Disconnect تفصله بقى. Is a verb. فعل. To stop your computer being joined to the internet. يعني ايه توقف خلاص الكمبيوتر بتاعك ان هو ايه يبقى متوصل بالنت. تفصله. Download. يعني ايه؟ يعني يحمل او ايه ياخد ملفات من الانترنت. نزلها على الكمبيوتر عنده. It's a verb. فعل. To copy a file from the internet onto your own computer. يعني ايه تنسخ او تنسخ ايه ملف من النت ايه على الكمبيوتر بتاعك. يعني تاخده من النت على الكمبيوتر بتاعك. يعني تحمله ايه على الكمبيوتر بتاعك. Log off. Verb. فعل. To stop using a computer or email. يعني ايه خلاص تسجل خروف ايه تسجل خروج من استخدام الكمبيوتر او ايميل. تسجيل خروج. عكسها log on. وخلنا كلام ده الفيديو اللي فات. Verb. فعل. To give a password to start using a computer email. يعني ايه تسجل الدخول ايه على الكمبيوتر او ايه الايميل. تمام. Serve. يعني يتصفح. It's a verb. فعل. كلهم افعال. Verbs. مهمة جدا. افعال حديثة جدا مهمة جدا متعلقة بالانترنت والكمبيوتر. To look at lots of different websites on the internet. يعني تبص ايه على مواقع كتيرة على النت. يعني تصفحها كده. تعمل عملية تصفح. اخر حاجة عندي هنا upload. ده فعل. Verb. To copy a file from your own computer onto the internet. يعني تعمل نسخ لملف عندك على الكمبيوتر تدخله على النت. يعني ايه تنزله على النت ترفعه على النت. يقول لك ارفع ايه زي مثلا ايه When I finish this video I'm going to upload it to the internet. I'm going to upload it on YouTube. يعني لما خلص الفيديو ده هرفعه على اليوتيوب. يعني انزله من الكمبيوتر بتاعي على ايه اليوتيوب. تمام. تحت عندي exercise 2 بيقول لي write the words. اكتب الكلمات. Number 1 is already done. Number 2 I always هقول الاجابه على طول. I always log off when I finished reading my email. لما خلص قريت الايميل بعمل ايه؟ يس تسجيل خروج على طول. Number 3 I can't log on. هكتب على طول log on to the internet. Is it working? مش قادر اسجل الدخول على النت. هل هو شغال النت؟ Number 4 I'll send you an email and attach the file you need. انا هبعت لك ايميل وارفق الملف اللي انت عايزه. Attach يعني ايه؟ ارفق. 5, 6, 7, 8 is your homework. اي حاجة اشوفها يلا في الكومنتس على طول انا معاك هرد عليك. عندي هنا في البوكس بيقول لي working with words. Homonyms زي ما احنا قلنا اللي هي ايه متجانس. كلمات متجانسة. Are words that have the same spelling. نفس ايه التهجية. But different meanings. لكن ليها معاني مختلفة. انا اقراهم مع بعض. Nail. هقولهم مرة واحدة الكلمة هي نفس النطق. الكلمتين هقولهم مرة واحدة. نفس النطق خلاص. Nail. Right. Left. Match. Saw. Sweet. خلاص تمام. Exercise 3 بيقول لي listen and repeat. يعني شغل الاسطوانه واسمعهم تاني. Exercise 4 طبعا في عندي ايه صور. طبعا ايه هنعمل توصيل ايه بكلمات ايه بالصور ايه المناسبه. تمام. We have an exercise here. Let's answer it together. عندي exercise تعال نحله كده مع بعض. اي سؤال يجيلك في امتحان تحله ازاي؟ ايه اسرار الحل في اللغه الانجليزيه؟ اول حاجه افتح عينيا كويس، ما بستعجلش، اشوف المعنى، اشوف الزمن، اشوف الترجمه، اشوف المفرد والجمع، اشوف اللي قبلها واللي بعدها. تاثيراتك يا هولندا، حركاتك يا هولندا، زغزغاتك يا هولندا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلمه بتاثر على كلمه. في اللغه الانجليزيه كلمه بتاثر على كلمه على طول. لازم اشوف اللي قبلها واللي بعدها. لو انا نفسي فهمت تعرفني حاجه
نقطة بتعرفني حاجة والكومة بتعرفني حاجة. المعلومات دي مهمة لجميع الطلاب. خلاص تمام. Yeah. Number one. هنا بيقول لي choose the correct answer. Number one. I cannot log onto the internet because my computer is disconnected, attached, shut. أنا مش قادر أخش إيه أو أسجل الدخول على النت لأن الكمبيوتر بتاعي ها شت مغلق. طبعا لا مش نافع معايا. Attached مرفق طبعا ايه او ارفقها مش نافع معايا خالص. يبقى على طول ايه disconnected ايه يعني منفصل عن ايه عن النت. خلاص منفصل عن النت. It's disconnected. تمام بترجم بحل صح. Number two. He has a lot of films on his computer. عنده كتير من ايه الافلام في الكمبيوتر بتاعه. Uploaded, downloaded, connected from the internet. هو عاملها ايه من على النت؟ عاملها ايه؟ connected توصلها من على النت؟ طبعا لا. ده عنده افلام على الكمبيوتر عاوز اقول هي متحملة من النت. يس. يبقى uploaded هو رفعها على النت؟ لا ده هي على الكمبيوتر يبقى هو واخدها من النت. يبقى ايه؟ uploaded مش نافع يبقى downloaded على طول متحملة من النت. يعني باخد ملفات من النت بنزلها على الكمبيوتر عندي. خلاص؟ تمام. Number three. When you finish using a program, طبعا وين يعني عندما بتربط بين جملتين على طول. When you finish using a program, it is better to log on, log off, attach it. لما تخلص استخدام برنامج من الافضل انك انت ايه تعمل له ايه؟ attach ترفق طبعا المعنى مش عايز ده. Log on إيه تسجل الدخول ما انا already مسجل الدخول طبعا لا يبقى لج يعني بعمل ايه على طول؟ log off يعني ايه بسجل الخروج خلاص. انا خلاص لما اخلص الشغل بتاعي يبقى اعمل log off يعني ايه بسجل الخروج من ايه من الانترنت. تمام. Number four. He has got lots of good ideas. عنده افكار كتير ايه حلوة. يبقى he is very imagining. imagine ولا imaginative. ها انا بترجم عنده افكار كتيرة حلوة يبقى هو يكون بيتخيل طبعا لا المعنى مش عايز ده. يتخيل برضو المعنى مش عايز ده. يبقى imaginative يعني هو مبدع خيالي عنده خيال واسع. خلاص it's an adjective لصفة. خلاص تمام imaginative. بترجم عشان ايه احل صح. Number five. Congratulations. تهانينا مبروك يعني. You've gained earned one a computer. ها ايه المعنى المناسب هنا؟ طبعا هنا gained يعني يكسب حاجة معنوية يبقى مش نافع معايا. gain knowledge gain information يعني يكسب معلومات يكسب معرفة حاجة مش ملموسة بإيديا يبقى مش نافع معايا. earn يعني ايه؟ earn his living يكسب ايه؟ يكسب قوت يومه. earn money يكسب فلوس برضو مش نافع معايا. won a computer يعني فاز بإيه؟ كمبيوتر. هي اللي ايه تنفع معايا. خلاص عنوان الوحدة بتاعتنا you've won a computer. خلي بالك يعني جملة مهمة. تمام. We have another exercise here. Let's answer it together. بيقول لي ايه؟ بيقول لي form questions او write questions. اعمل ايه؟ اقرا الجملة كويس وترجمها واشوف الكلمة اللي تحتها خط يبقى طالعة برا مش هكتبها في الاجابة عندي. وكون سؤال بناء على الترجمة الصحيحة. اترجم سؤالي بالعربي كويس باللغة العربية الفصحى وبعد كده انزل انجلش. بحدد نوعية الجملة كمان. Yes, I won the trip in the hot air balloon. انا فزت ايه بالرحلة اللي ايه اللي هي في المنطاد. اعمل ايه؟ تمام انا افكر كويس. الاجابة عندي اهو بديها اعتبار بعناية كده بفكري. الاجابة عندي بيس ونو. طبعا ايه يس ونو محطوط اوريدي خط يعني هي طالعه بره كده اوريدي. يبقى مش هكتب سؤال بارد استفهام لازم اكتب سؤال بفعل مساعد. طب في فعل مساعد عندي هنا في ام في از في ار في واز في وير في كان في كود في شال في شود في ويل في وود في ماست في هاف او هاز جاي وراهم تصريف تالت الفعل او جات. مفيش الكلام ده. هعمل ايه؟ ايه اللي بجيبه من بره؟ ايه الفعل المساعد اللي بجيبه من بره؟ يا دو يا داز يا ديد. هي دي الافعال المساعده بجيبها من بره. ما اروحش اقول هي يا يبقى ار يو يبقى على طول ار يو ابدا بار يو. هو فين اي ام اصلا؟ فين الاختراعات؟ بطل اختراعات ما تخترعش انجليزي. فين ام؟ فتح عينيك كويس. انا قلت اهم حاجه في اللغه الانجليزيه فتح عينيك كويس. تمام. يبقى عندي الفعل هنا في الماضي يبقى دوم مش هتنفع معايا. داز مش هتنفع معايا لان الفعل في الماضي والفعل كمان مش اخره اس. خلاص و
طبعا مفيش عندي هنا نستخدم did. ليه did؟ علشان هنا الفعل في الماضي. تمام، يبقى did. ماشي معاكم واحده واحده تفاصيلك يا هولندا. اي تحول يو، سامعك بتقول كده، برافو عليك. did you win؟ برجع الفعل لاصله. ليه؟ عشان did بتقول الفعل ارجع لاصلك انا موجوده، ارجع لاصلك انا موجوده. يبقى did you win the trip in the hot air balloon؟ لازم اقفل جملتي، احط كويشن مارك على نفسي فاهم وشها للكلام. لازم اقفل جملتي، ما اسيبش جمله مفتوحه كده، الكلمه حروفها جنب بعض وكل كلمه وتانيه في مسافه، بوقف الحرف على السطر، اراعي البنكتويشن للكلام ده علشان يبقى عندي لما اخلص بقى السؤال بتاعتي، الاسئله بتاعتي، وابدا مراجعه، يبقى عندي دافع اني اراجع. ولما راجع اعرف اكتشف اخطائي بسهوله. لو الدنيا سلطت على بعضها وكلمات لازقه ببعضها، مش هيبقى عندي دافع اني راجع ولا ابص في الورقه بتاعتي ولا الاسئله بتاعتي واقول ها خلصت خلاص، ولا هعرف اكتشف اخطائي، مش هدي فرصه للي بيصحح ان هو يديني حقي مظبوط. خلاص، معلومات مهمه جدا. تمام، نمبر 2، I went to the science museum at the weekend. دي الاجابه، دي الاجابه. يلا يا عم ساعدتكوا اهو، يلا اي خدمه. يبقى هنا عندي الاجابه هي I went to the science museum at the weekend. دي الاجابه بتاعتي، عاوز نعمل عليها سؤال، هترجم الجمله. برافو عليكي، سامعك، برافو عليكي، مش معقول، ماشيه بالمنطق. انا ذهبت الى متحف العلوم في عطله الاسبوع، هقول ايه بالعربي؟ انا شغال تفكير، انا مش عارف حاجه. اين ذهبت في عطله الاسبوع؟ اللي طلع بره غصب عني اوريدي، الكلمه تحتها خط وهو مطلعها لي، يعني هو خادمني، هو خادمني. خلاص، يبقى اكتب ايه؟ ادرس فهم وير على طول، انها بتسال عن مكان. انا بكون سؤال، ايه قاعده تكون السؤال؟ ادرس فهم فعل مساعد، فاعل فعل، فعل مساعد، فاعل فعل، فعل مساعد، فاعل فعل. مفيش فعل مساعد في الجمله، مش هقولهم تاني، خلاص عرفناهم وحفظناهم خلاص. يبقى بص على الفعل، الفعل في الماضي، بجيب ايه؟ ديد على طول. برافو عليكم، ديد. Where did؟ أرجع واحد سامعكم. Where did you؟ أرجع الفعل لأصله، صح، سامعك بتقول ارجع لأصلك أنا موجودة، did بتقول الفعل ارجع لأصلك أنا موجودة. يبقى Where did you go؟ At the weekend. برافو عليكم، برافو عليكم، سامعكم بتقول لازم أقفل جملتي، أحط على نفسي فهم وشاهد الكلام. برافو، سامعكم بتقول كل الكلام ده، برافو عليكم، مش معقول، مذاكرين كويس. تمام، the last one here number 3. The astronauts. ما قلتش زي، لان زي الالف واللام لما يجي وراها كلمه بدء vowel، حرف متحرك تتنطق زي. شايفكم بتعملوا كده، مش معقول، هتاسسوا. لا، ده انتوا فعلا اتاسستوا خلاص. The astronauts use space pens. يعني رواد الفضاء بيستخدموا ايه؟ اقلام مخصصه للفضاء، مش اي اقلام. تمام، اقلام طبعا ايه؟ بتكتب في اي مكان وفي اي حته. تمام، يبقى ترجم سؤالي بالعربي، انا مش عارف حاجه. ها ده الاجابه فيها شخص عاقل، يبقى من بيستخدم اقلام الفضاء؟ يبقى الاجابه اوريدي طالعه عندي، الشخص العاقل، يبقى هو. هي سامعكم، في استعجال بتقولوا الاستفهام فعل مساعد، فعل، في استعجال حصل. لا، هو لها قاعدة مهمة جدا، لما هو بتسأل عن الفاعل اللي هو لاقيه في أول الجملة قبل الفعل، بكتب الجملة زي ما هي، بكتب الجملة زي ما هي، ما بجيبش فعل مساعد، فعل، ما بتعملش كده. لكن لو كانت هو بتسأل عن المفعول، يعني الشخص العاقل هلاقيه بعد الفعل، بتسأل عن المفعول، يبقى لازم أطبق قاعدة تكون السؤال العادية خالص، الاستفهام فعل مساعد، فعل، خلاص؟ يبقى هو، هكتب الجملة زي ما هي، يبقى هو يوز سبيس pens. خلاص، واحط ايه؟ كويشن مارك على نفسي فهم وشاهد الكلام، لازم اقفل جملتي. خلاص، وكده انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحيه الثانيه، كلمه اشتراك لونها احمر، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي جرس ظهر كده، اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمه الكل من فوق او اول بالانجلش، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده. معنى ايه الكلام ده؟ معناها انك فعلت الجرس، يو هاف اكتيفيتد ذا بيل.
When you activate the bell, you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك إمكانية توصل لجميع إشاراتنا. معنى إيه الكلام ده؟ معنى أي فيديو جديد إحنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول. لو أنت مهتم بالفيديوهات التعليمية educational videos، وأشوفك على خير في فيديوهات جاية كتير لجميع المراحل، جميع المناهج، جميع الصفوف، جميع الطلاب. الكونكت بلس هنشتغل فيه كله إن شاء الله. يلا، جود باي، مع السلامة.